السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من داخل مصر وجميع أنحاء الوطن العربي. حلقة جديدة من برنامجكم الصالون الطبي، الحقيقة زي ما عودناكم في كل حلقة بنقدم كل ما هو جديد في عالم الطب. النهاردة هيختص موضوع حلقتنا عن حاجتين مهمين جدا من أجزاء الجسم وهي العين والجلد. هنتكلم عن التلوث والحساسية اللي ممكن يصيب العين وممكن كمان إن هو يصيب الجلد. الحقيقة إحنا دلوقتي في موسم الشتاء، أوقات كتيرة جدا الجو بيبقى فيه غبار، فيه أتربة، وده هيتأثر بيها العين والجلد، إلى جانب طبعا استخدامنا الكتير والمتزايد يوم بعد يوم من المنظفات، كمان استخدامنا من العطور وكمان من الإسبريهات بتاعة إزالة العرق. الحقيقة النهاردة هيبقى موضوع مهم جدا، عايزين كل اللي بيشاهدونا النهاردة يشاركونا في برنامجنا من الصالون الطبي. بيسعدني ان يكون ضيوفي في حلقتي النهارده الاستاذ الدكتور عمرو خفاجي، استاذ الرمد بكليه الطب القصر العيني. دكتور عمرو اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. كمان ضيفي الاستاذ الدكتور مصطفى همام، استاذ امراض الجلديه بكليه الطب جامعه المنوفيه. استاذ دكتور مصطفى اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك في الصالون الطبي. الحقيقه هنبدا بقى بالجزء الصغير، هنبدا بالعين، وهيكون سؤالي للدكتور عمرو موضوع الاتربه وعينينا وكمان موضوع الحساسيه وكمان استخدامنا للمنظفات انها ممكن تاثر على العين. ازاي تقدر حضرتك النهارده عيان جه لحضرتك العياده بتشخصه على ان هذا الشخص مصاب بنوع من انواع الحساسيه للعين؟ ايه الاعراض اللي ممكن تكون ظاهره عليه؟ هو بالنسبه للادخنه اكتر، الحرق، المخلفات الزراعيه دلوقتي حاليا من ضمن الاسباب الحساسيه المزمنه للاطفال والكبار. تمام. فده العيان هتلاقيه جاي باحمرار في العين مع عنده ميل للدموع على طول، احمرار ودموع. ودموع طبعا. وطبعا دوت علاجه بيبقى انك انت الادخنه والحاجات دي. موضوع الاحمرار والدموع ده اساسي في الحساسيه، زائد الهرش زي بيهرش على طول مثلا بيدعك في العين. الدعك في العين ده من ضمن الاسباب الحساسيه يعني. تمام. اللي بنسميها ايتشنج يعني. حلو. طيب هنعرف برضو كمان من الدكتور مصطفى همام موضوع اعراض، ازاي بنشخص شخص خلاص ده عنده حساسيه للجلد. احيانا شخص بيتعرض لحاجه معينه يبتدي يحصل له اعراض، وهل الاعراض دي بتبقى خلاص مزمنه مع هذا الشخص ولا ممكن انها تكون مؤقته؟ الحقيقه طبعا الحساسيه بتاعت الجلد مرتبطه برضه حساسيه العين، يعني ده اللي عنده حساسيه مرتبطه ببعض. هو الجلد طبعا برضه بيبقى فيه حكه، يعني عايز يهرش، والاماكن اللي بيهرش فيها دي بتحمر ويبقى فيها اثار للهرش. ممكن لو هرش زياده يخش بكتيريا على الجلد تعمل زي بصور او دمامل او كده. بس ده برضه بشوف مش كل واحد، يعني ده بيبقى للانسان اللي هو عنده حساسيه لحاجه معينه، تختلف من شخص لشخص. من شخص التاني درجه الحساسيه، يعني ممكن اثنين قاعدين في نفس الاوضه وواحد يتاثر والتاني ما يتاثرش بنفس الدرجه. جميل. طيب دكتور عمرو حضرتك قلنا لنا من الاعراض موضوع الاحمرار وموضوع الدموع وكمان ممكن هي الحكه في العين. طبعا. هل موضوع مرتبط بحساسيه العين حته الافرازات من العين اللي احنا بنسميها كده بالبلدي العماص، هل دي من الحاجات برضو اللي بتبقى في الحساسيه ولا دي ولا دي؟ الكلام انها بعد ما بيبقى في حساسيه كتر الدعك ده بيعمل زي قرح بسيطه في الملتحمه، فيبتدي الجرثومه تدخل عن طريق القرح. تمام. ان ربنا خالق الملتحمه بتاعه العين دي تعتبر زي جهاز دفاع عن الجرثومه تدخل، اول ما يحك في عينه كده ويهرش يحصل ألسر او يحصل زي قرح بسيطه، يبتدي الجرثومه سهله الدخول ليه، يبتدي بقى يحصل زي ما الدكتور مصطفى بيقول ان ممكن عنده استعداد يدخل جرثومه ويدخل التهاب بكتيري بعد كده. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تعمل التهاب بكتيري بعد كده ثانوي بسبب الحساسيه. تمام. هي البدايه بتبقى حساسيه وبعد كده بتبتدي تعمل افرازات، يعني في الاول اذا كانت هي حساسيه عاديه. عاملين برضو للساده المشاهدين ده فيديو عن حساسيه العيون، هو هنا بيفحصه بالمصباح الشكل عشان يشوف الملتحمه بتاعته
بتبص عليها. ده بعض الاحيان ان الحساسيه دي بتاثر على القرنيه، تعمل زي قرح بسيطه في القرنيه كمان. كمان من ضمن ده بتبقى كده المشكله اكبر واكبر. اكبر طبعا. جميل. طيب هو كده المريض بتاع حساسيه العين دي بتبقى فتره مؤقته ولا ممكن تصاب بعد كده ان يبقى في شخص مدى الحياه عنده حساسيه العين؟ والله في ناس بتبقى الحساسيه في سبب خارجي وسبب داخلي. تمام. الاسباب الداخليه اللي بيحصل تاثير منها زي الرمد الربيعي ده، عيان عنده استعداد كل شويه تتكرر الموضوع ده. تمام. بالذات في فصول الصيف اللي هو بالذات تعرض لاشعه الشمس، ولقوا كمان انها مش لازم الشمس، لقوا انها بتيجي في الشباب بالذات، فلقوا انها ممكن تيجي بسبب اختلال بعض الهرمونات في الجسم. ده الاحدث يعني، دي النظريه الاحدث، دي احدث حاجه انها لقوا يعني هي رمد ربيعي وبالذات بتيجي في الشباب ما بتجيش في الناس الكبار. فلقوا انها طب مش معنى بتيجي في الشباب، فلقوا ان بيحصل في فتره البلوغ بيحصل زي اضطراب في الهرمونات. تمام. فدي سببها انها بتحصل في الشباب اكتر. جميل. وفي حساسيه خارجيه دي عاديه بقى، الحاجات الخارجيه مؤثرات خارجيه بتاثر على الشخص. وفي حساسيه داخليه بسبب حاجه غريبه جوه الجسم، الناس اللي عندهم التهاب في الحلق، الاطفال الصغيرين بيجي لهم لوز وحاجات زي كده، بيجي لهم نوع من الحساسيه برضو في العين وتعمل قرح وتعمل قرح في القرنيه. الاطفال اللي عندهم ديدان يحصل لهم كده. واخبر حضرتك. تمام. فبعض الجراثيم يعتبر الجرثومه اللي داخله دي يعتبرها الجسم، تدخل الدم يعتبرها الجسم انها حاجه غريبه، تعمل اجسام مضاده فتعمل قرح في الملتحمه وقرح في من ضمنها الحاجات اللي الاطفال بيجي لهم لحميه كتير او التهاب في الحلق لوز كتير. جميل. طيب دكتور مصطفى همام استاذ امراض الجلديه، موضوع الحساسيه من الحاجات المهمه جدا. احنا عارفين ان البشره انواع، في منها العاديه وفي منها الدهنيه وفي منها كمان المختلطه. البشره الحساسه بقى هي ممكن تكون مع اي نوع من هذه الانواع ولا ليها برضو تصنيف لوحده؟ لا، البشره الجافه بتبقى بتاثر اكتر. الجافه هي اكتر بشره ممكن انها تتاثر بالحساسيه. بتاثر اكتر، وكمان في الشتاء بيبقى في جفاف في الجلد اكتر. صحيح. الحساسيه بتبقى اكتر في الشتاء، يعني بيبقى اكتر من سبب اصلا الطبيعه بتاعت البشره جافه، وبعدين جه في الشتاء في جفاف اكتر مع الاكزيما. احنا بيجي لنا موضوع الاكزيما ده بقى من الحاجات اللي هي بتنتشر قوي في فتره الشتاء، تلاقي الشخص على طول بيزيد. وفي حساسيه اسمها موسميه، يعني في واحد كل سنه في نفس الوقت يقول كل سنه بيجي لي، يبقى عارف نفسه ان قرب مثلا ميعاد الشتاء او بين فصول او كده يجي له الحساسيه دي، وبقيه السنه يبقى كويس. بقيه السنه يبقى كويس. طب امهاتنا واخواتنا في البيوت بيستخدموا على طول موضوع المنظفات، وفي منها طبعا الحاجات اللي هي بتبقى معروفه وفي حاجات اللي هي بتبقى مش معروفه، وبتصب في النهايه بموضوع الحساسيه. ازاي بقى نقدر ان احنا نحافظ؟ يعني جات لحضرتك مثلا عياده واحده وعندها خلاص مصابه بحساسيه من المنظفات، بتبدا معاها طرق العلاج ازاي؟ هو طبعا احنا بنعالج وبعدين بندي وقايه، يعني احنا العلاج ان احنا علاج، هي دلوقتي جايه تعبانه. صحيح. بيبقى في تشققات في الايدين، الجلد بيبقى متعور، بيبقى في هرش شديد، فبنديها حاجات اللي هي الراس اللي هي ضد الحساسيه اللي هو مضادات الهستامين، وبندي كريمات اللي فيها ترطيب وكريمات اللي فيها كورتيزون. تمام. لغايه الجلد ما يرجع طبيعي بيبقى كويس. بننصحها بقى ان هي يا اما تستخدم صابون نوع كويس او تلبس جوانتي. في يقول لك مثلا ده انا جارتي طول النهار تغسل ما بيعملهاش حاجه، طبيعي. ما نقدرش نقول يعني ان واحده يعني بيستخدموا نفس الصابون، واحده بتجي لها واحده ما بيجيلهاش. فيعني احنا جالنا حاجه، يعني اللي انا عايز اقوله ان مفيش دواء نديه يمنع ان الست دي ما جالهاش حساسيه. مفيش حاجه كوقايه. كادويه. انها كادويه تبتعد عن الحاجه اللي بتعمل لها الحساسيه، ممكن تلبس جوانتي. هي الحساسيه نتيجه لافراز ماده الهستامين داخل الجسم، فبالتالي المريض يصاب ساعتها بالحساسيه. ايوه. ودي ممكن حتى تبقى من عند بندي الراس اللي بتاعها ضد الهستامين دي. تمام. بس احنا بنقول يعني ممكن تحمي ايدها انها تلبس جوانتي. تمام. وبرده دايما ترطب ايديها، يعني ممكن مثلا هي اضطرت انها تستخدم تحمي ابنها مثلا فمش تلبس جوانتي، فلما تخلص نشف ايدها على طول مسكوش مبلول وتحط كريمات اللي هي المرطبه. جميل. دي بتدي وقايه شويه. جميل. طيب دكتور عمرو، موضوع العيون والحساسيه، احنا في الفصل الشتاء بيبقى فيه احيانا زعابيب وفيه اتربه كتير وناس كتيره بتصاب في هذا الفصل بموضوع الحساسيه. طبعا يعني احنا الوقايه ان هو يبعد عن الاتربه، بس ده موضوع صعب لان دي بتبقى في الجو، بيبقى صعب جدا.
فازاي نقدر هذا الشخص ان هو يحافظ على عينيه وان هو يبتدي طرق العلاج ليها؟ احنا زي الدكتور مصطفى بيقول احنا اسهل حاجه بنعديها اللي هي مضادات الهيستامين. احنا عندنا مضادات الهيستامين بنستخدمها بالفم كاقراص، او في مضادات هيستامين بنستخدمها موضعيه، قطرات مضادات هيستامين بنستخدمها، دي افضل حاجه. تمام. انما في حالات دي الحساسيه البسيطه، انما في بعض الاحيان زي الحساسيه من ضمن زي ما قلت الداخليه زي اللي هم الرمد الربيعي، الناس دي ساعات بتوصل لانها تاخد كورتيزون، قطرات كورتيزون، ودي لازم طب ودي ملهاش تاثيرات جانبيه على العين؟ لازم في بعض الاحيان بنكتب القطرات دي وسوء الاستخدام انه يفضل يستخدمها فتره طويله فدي ممكن ترفع ضغط العين، فالمفروض الحاجات دي لازم تبقى الطبيب بيكتب المده. شهيره جدا يعني شهيره جدا يعني وحتى في الارياف منتشره جدا تحتوي على ماده الكورتيزون، وكبير وصغير بقى في حاجه فوضى حاجات كده هو ده. انا شفت مره طفل قعد يستخدم مامته قعدت تديله القطره لمده يعني رمض ربيعي وهي لوحدها كررت القطره يعني واحد وصفها لها وكررت القطره، فجاله ارتفاع في ضغط العين، جاله ميه زرقاء وارتفاع في ضغط العين جدا، لان احنا بنكتبها لفتره معينه وبنوقفها. طب نبه على النقطه دي دكتور عمرو برضو تحديدا موضوع ان احنا نجيب قطرات او حد بيوصفها لنا من جيراننا ونبتدي انها نستخدمها، يعني كانت المفروض الام عايزه تساعد طفلها عشان تقضي على موضوع الحساسيه اصيب بارتفاع في ضغط العين، وساعات في بعض الاحيان بيستخدموا مضادات الهيستامين بنضاف ليها حاجات مزيله للاحتقان زي البريزولين. تمام. الحاجات دي لو واحد خدها كبير مثلا وعنده استعداد انه عنده استعداد للميه الزرقاء يجيله ميه زرقاء منها. تمام. الناس ماشيه على البريزولين لوحدها، لا ما ينفعش. يعني الحاجات دي بترفع ضغط العين بعد كده. تمام. لا في ناس عندها يعني انه بعض الاعراض انها تحدث له انها تخليها توصل لغايه ميه زرقاء. تمام. فغلط جدا باستخدام الحاجات بدون وصف طبيب خالص يعني. صحيح. يعني دي حاجات بتبقى متداوله في الصيدليه وفي الاخر تعمل مشاكل كبيره جدا يعني. تمام. طيب دكتور مصطفى معانا اس ام اس وصلت لنا لاسره برنامج الصالون الطبي، هي انجي من المقطم، هي في عندها احمرار في الجلد بيظهر على فترات وبياخد الشكل الدائري وبعد فتره بيختفي، فهي الحقيقه الموضوع مزعجها جدا، فهي تبتدي تتصرف ازاي في طرق العلاج؟ هو غالبا ده حاجه اللي اسمها ارتكاريا. تمام. ارتكاريا دي بتبقى حساسيه لشيء ما. تمام. الحساسيه دي ممكن تبقى من الاكل، ممكن من دواء، ممكن من التراب برضو اللي في الجو، ممكن حاله نفسيه، كل دي عوامل مختلفه بس بيدي نفس المنظر. العامل النفسي له دور في موضوع الحساسيه ولا بيزودها يعني. بيزود. تمام. يعني هي طبعا هي دلوقتي تعبانه فنديها ممكن تاخد مضادات الهستامين، اي دواء من الراس بتاعت الهستامين. تمام. في انواع بتنيم، في انواع ما بتنيمش، فممكن الحاجه اللي بتنيم دي ناخدها بالليل. الفعاليه واحده ولا بتختلف؟ والله يعني هو الاثنين نفس الفعاليه، بس في واحد مثلا شغله ما ينفعش ناخد حاجه تنيم او بيسوق عربيه او كده، فده بنديله الانواع اللي هي ما بتنيمش. طيب دكتور مصطفى احنا هنطلع فاصل ونعود مره ثانيه ونكمل سؤالنا مع دكتور مصطفى. مرة تانية ورجعنا مكملين معاكم في برنامج الصالون الطبي، احنا كنا توقفنا مع دكتور مصطفى همام استاذ امراض الجلديه بكليه الطب جامعه المنوفيه، كان احد المتصلات انجي من المقطم وكانت بتسال على موضوع ان هي بيحصل لها دوائر حمراء على الجلد وبتروح وبتختفي، وحضرتك شخصت الموضوع على انه ارتكاريا نوع من انواع الحساسيه. ايوه. تمام. هي تبتدي بقى طرق العلاج تعمل ايه؟ حضرتك احنا قلنا هندي ادويه المضادات للهستامين. تمام. وبندي كريمات اللي فيها كورتيزون. تمام. وبنحاول نعرف السبب، يعني برضو بنقعد مع المريضه نشوف هل مثلا خد الدواء قريب، في اكل معين بيعملها حساسيه، في حاجه بتحطها، ممكن نوع صابون، ممكن حاجه من مكياج، يعني نشوف ايه السبب. وفي يعني اختبارات حساسيه. طب حضرتك اثرت نقطه موضوع الحساسيه اللي هو عن طريق النفسيه، لو هي ممكن يكون عندها حاجه توتر نفسي او حاجه ممكن يظهر في صوره حساسيه، هل في الحاله ديت ممكن مجموعه زي الاس اس ايز اللي هي مجموعه مثلا من اللي هي بتعالج الامراض الاكتئاب او النفسيه تكون مفيده في الحاله ديت ولا لا؟ ممكن يعني بتبقى مكمله للعلاج لو احنا تاكدنا ان احنا ما فيش حاجه السبب تاني وان هي ممكن تربطها بالموضوع ده، ساعات بنرجع ان احنا ندي الحاجات زي كده بتحسن الوضع شويه والحاله النفسيه بتبقى احسن. جميل. طيب دكتور عمرو خفاجي استاذ الرمد بكليه الطب القصر العيني، وصلنا لاسره البرنامج اس ام اس من مدام نانسي من حلوان، هي عندها طفل عمره 8 سنوات بيروح المدرسه،
دائما معانيه بتبقى فيها حمرة وفي دموع وكمان في افرازات كتيرة. هي بتاخد قطرات وعلاج بيخف فبترجع تاني مرة تانية. وازاي انها تقدر سؤالها فترة الشتاء انها تحافظ على عينين طفلها سليمة وتقدر انها تمنع عنه هذه الافرازات والاحمرار في العين؟ هو ده غالبا التهاب بكتيري مزمن. هي التهاب بكتيري مزمن ما بتكملش على علاج مظبوط، ما بتاخدش الجرعه مظبوطه وتكمل فتره معينه، المفروض يبقى بناخد مضاد حيوي لمده اسبوع ونستمر عليه. وبعض الاحيان بيحصل قطع المضاد الحيوي اقل من اسبوع، بيحصل ان الجرثومه بتبقى مش مستجيبه للعلاج، ما تقدرش تستجيب. دي نقطه مهمه، موضوع فوضى استخدام المضادات الحيويه. فده في الافضل ان بنعمل حاجه زي مسحه من الملتحمه وبنعمل زي اختبار للجرثومه تحت كذا مضاد حيوي، مزرعه مثلا، مزرعه ونشوف المضاد الحيوي المناسب ليه. انما هو طالما في افرازات ده مش ماشي مع الحساسيه. تمام. وغالبا طالما هو بيتكرر كتير ده بيوصل ان هو ده التهاب كانوا جاله في الملتحمه بكتيري وتحول لمزمن لعدم تكمله العلاج بالجرعه الصحيحه او عدم وضع القطره الصحيحه. المفروض الواحد لما يحط القطره ليها طريقه في وضع القطره، يعني المفروض الواحد يشد الجفن السفلي لتحت حط القطره. في بعض العيانين بيروحوا جايين بدون ما يشد الجفن خلاص، يروح حاطط القطره كده تنزل بره العين، فتلاقي كل النقطه دي مهمه على فكره. تيجي تحط له القطره تلاقي القطره دي نزلت على بالظبط فما دخلتش جوه عينه. تمام. ده المعلومه المهمه كمان ان النقطه اللي انت بتحطها الجسم بياخد 70% منها و30% هادف يعني واقع بره حتى لو دخلت جوه العين. لا، وشفنا استخدام كمان خاطئ لموضوع مراهم العين. مراهم العين بيحطوها خارجيه. خارجيه بالظبط. المفروض تشد الجفن بتاعها السفلي وتدخلها من جوه العين. فده لازم ترجع برضك نشوف طريقه الاستخدامها ازاي. ده انا في بعض الاحيان بشوفهم بقول لهم وروني ازاي بتحطوا القطر، يعني الناس اللي ما بتستجيبش للعلاج قلت وريني بتحط القطر ازاي، فتلاقي في الاخر يقول لك انا باجي كده واروح من بعيد كده واروح منقط. منتشر العاده دي فعلا، تدخل في الجلد، في الجلد الجفون ملوش دعوه بالعين خالص، فانه كان ما استفادش بيها. فلازم تتراجع الموضوع ده. ولو استمرت انها بتحط القطر صح، لا يبقى لازم تعمل مزرعه، طبعا مزرعه للبكتيريا نفسها. تمام. احنا برضو بنوجه سؤال لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا وحابين هم يشاركونا في البرنامج. اذا كان احد المشاهدين او احد اقاربه تعرض للحساسية وانها تكون ناتجة عن التقلبات الجوية او الملوثات الموجودة في الجو، فيتصل ويشاركنا مع اسرة البرنامج الصالون الطبي. دكتور مصطفى همام، كمان احنا جالنا اس ام اس من مدام رحاب، هي في فصل الشتاء بيحصل لها قشرة بيضاء على اجزاء من الجلد وبيحصل فيها حكة شديدة، وهي بتسأل الموضوع دوت متكرر معها باستمرار، تتصرف ازاي وايه هي طرق العلاج؟ هو نوع من نوع من انواع الاكزيما. نوع من انواع الاكزيما. وساعات بيبقى فيها حاجه اسمها اكزيما دهنيه. تمام. اكزيما دهنيه، يعني في اكزيما عاديه وفي اكزيما دهنيه. ايه الفرق بقى يا دكتور ما بين دي ودي؟ افراز الدهون بيبقى زياده، ويبقى عليها كمان عدوى فطريات. اكزيما دهنيه يبقى عليها فطريات. تمام. فبيبقى في قشر في الشعر، وبيبقى في احمرار هنا في التنايه بتاعت الجلد هنا ورا الودن، ممكن في الصدر من قدام، منطقه برضه الساق ممكن تكون فيها. لا، هو اكتر المكان افرازات الدهون بيبقى هنا في حوالين الانف ورا الودن. تمام. وفي قشره في الشعر. تمام. وممكن في الوش نفسه ساعات بيبقى في كده احمرار مع قشره. فدي لما ندي علاج لازم ندي علاج للفطريات وعلاج للاكزيما الاثنين مع بعض. دي كده بالنسبه للاكزيما الدهنيه. ده اكزيما دهنيه. الاكزيما العاديه بيبقى زي ما بتقول كده قشور في الساق، في اي مكان في الجسم، في الجسم حكه شديده وبيطلع معاها قشره شديده ومعاها قشره بيضاء. وطبعا الانسان عايز يهرش جامد في الموضوع ده. وبرده زي ما اتفضل الدكتور ان بيبقى فيه انواع خارجيه وانواع داخليه. تمام. يعني ممكن يبقى حساسيه من داخل الجسم نفس الاسباب اللي قالها الدكتور، ان بيبقى فيه بؤره صديه في الجسم او طفيليات او كده، دي بتعمل حساسيه في الجلد. وساعات بتعمل بقع بيضاء في الاطفال يسموها النخاله البيضاء، يبقى زي قشور بيضاء كده على الوش. دي نوع من انواع الاكزيما ممكن تكون مصاحبه لبعض الطفيليات. ممكن حاجات خارجيه بقى، يعني زي ما قلنا استخدام المنظمات الصناعيه، ممكن اي حاجه تحط على الجلد، ممكن مزالات العرق بتعمل حساسيه جامده. فتره العلاج بالطول يا دكتور، يعني بتاخد فترات طويله ولا؟ والله لو عرفنا السبب وحاولنا نتجنبه بيبقى بيخف بسرعه. تمام. لكن لو ما عرفناش بندي علاج بقى الاول للحاله، يعني حاجه للهرش، تقلل الهرش، حاجه الكريمات ترطب شويه،
جميل. لكن لازم نعرف السبب ايه يعني. طيب معانا اتصال من مروه، اهلا بيكي في الصالون الطبي. لو سمحت اكلم دكتور الرمد لو سمحت. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا في عيني من ناحيه الانف كده حته زي ما تكون ورمه زي كيس دهني، بس انا رحت الرمد قال لي مش كيس دهني، عمل لي شفه بالجهاز قال لي مش كيس دهني، روحي بطنه لا اما تروحي جلديه. فروحت جلديه قال لي كيس دهني، قال لي كيس دهني جلدي بس هي مش باينه. تمام. طيب دكتور عمرو، طب دي حاجه جلديه ملهاش دعوه بالعيون خالص يعني. طيب شكرا جدا ليك يا مروه على اتصالك. دكتور مصطفى، يعني الدكتور عمرو حولها ليه الدكتور مصطفى، فالدكتور مصطفى هيرد على حضرتك. هو حضرتك في بعض ساعات الكوليسترول بيترسب تحت الجلد وبيجي في الحته زي ما بتوصفها كده اللي هي اللي عند العين من جوه. بين دكتور مصطفى هنرجع للاجابه مره ثانيه، بس معانا اتصال فريده، اهلا وسهلا بيكي في الصالون الطبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال دكتور امراض العيون. اتفضل. موريا. والله حضرتك انا عندي 69 سنه وبقالي فتره طويله بعاني من حرقان في العينين ودموع على طول، وبعدين من عند قرب المناخير اللي هو العين يعني من ناحيه المناخير لما بقوم الصبح الاقي قشر كده، وبعدين لما باخد حاجه فيها كورتيزون بيتحسن لكن الدموع على طول. فالدكتور قال لي ده انسداد في القناه الدمعيه ومحتاجه عمليه. طب بس انا ما اقدرش اعمل عمليه ومفيش اي علاج بيجيب معايا نتيجه، فمش عارفه اعمل ايه. لا هو انت حضرتك دلوقتي طالما الموضوع ان في انسداد في القناه الدمعيه دي لازم تعملي تسليك وانابيب، وضع انابيب، ودي عمليه بسيطه يعني بتتم بالمنظار مفيش جراحه فيها يعني. فهو الحل هو ده كده، انك تعملي تسليك ووضع انابيب في القناه الدمعيه، ان هيفضل الموضوع ده. وبعدين ده غلط انك تسيبيه، لانك انت دلوقتي طالما الدموع دي هتبتدي تعمل اكزيما في الجلد، وتبتدي الجفن ممكن يتغير وضعه وتزيد الموضوع بالنسبه للدموع. كل ما الجفن الجلد بتاعه يحصل زي انكماش فيه، ابتدي الجفن ده يبعد عن القناه الدمعيه وابتدي الدموع تهر اكتر تنزل اكتر. تمام. كمان احنا بنشكرك على اتصالك. طيب دكتور مصطفى، كنا برضو على نفس السؤال، موضوع الكيس الدهني. هو يعني احنا ممكن ما يبقاش كيس دهني، يبقى تجمع كوليسترول تحت الجلد. تجمع كوليسترول تحت الجلد. فهي لو عملت تحليل كوليسترول هتلاقي الكوليسترول عالي. كوليسترول عالي. فالمفروض بقى تروح لدكتور باطني يظبط لها الكوليسترول عشان ما يزيدش. تمام. الحاجه الموجوده يعني ممكن بتتشال بليزر او كده، او تسيبها يعني ما فيهاش ضرر يعني. انت عارف بالنسبه للمراه لا الموضوع ممكن يسبب لها ازعاج يعني هي تتشال بجراحه او بليزر يعني. جميل. طيب احنا عايزين بقى من الدكتور عمرو خفاجي استاذ الرمد بكليه الطب القصر العيني، تنصح كل الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي ازاي يحافظوا على عينيهم خلال فصل الشتاء. هو طبعا ربنا خالق في العين، العين دي مكشوفه، هو العضو الوحيد المكشوف زي الجلد بالظبط، وما بيحصلوش مش كل واحد يحصل له اي يعني، عايشين في وسط جراثيم وادخنه واتربه، مع ذلك مش كل العيون بتشتكي منها. طيب دكتور عمرو هناخد، لكن هو في طبقه الدموع. استاذ اذنك هناخد اتصال. استاذ عبد السميع اهلا وسهلا بيك. ايوه بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسال الدكتور عمر حضرتك، عندي شاب عنده حساسيه بصفه مستديمه، وبتجيله بعض الزغلله في العين وصداع بصفه مستديمه، ومتابع مع واحد دكتور في اسماعيليه، وبالرغم كده بيقول الحساسيه دي مش هتروح ابدا، فعامله له قلق بصفه مستديمه، فايه الحل الوحيد حضرتك؟ هو حضرتك دلوقتي، طيب بشكرك على اتصالك. هو حضرتك دلوقتي انت قلت كلمه فسرت الموضوع، انت قلت المريض بيشتكي من حساسيه ودموع كتيره ومع زغلله في العين. مش كل الموضوع دوت، في حاجه، في حاجه لو كان عنده قصر نظر او طول نظر بيحصل الموضوع ده، ان بيحصل الطفل ده او الانسان الشاب دوت بيبتدي يزر على عينه عشان يشوف الحاجه كويس، فيبتدي يعمل حاجه شبيهه للحساسيه، يبتدي يشتكي من الدموع والحاجات دي. فاولا اول حاجه لازم نبص على نظره، هل محتاج نضاره ولا لا، عشان نستبعد ان دي حساسيه، ان في بعض الاعراض ديت تبين العيان ده هل عنده قصر نظر او طول نظر، فمن دي من ضمن الاعراض اللي تبقى شبيهه للحساسيه.
الاول نستبعدها، بعد كده ونشوف بقى بعد كده هل هو العيان ده عنده حساسيه مزمنه ولا حساسيه خارجيه، الحاجه خارجيه او لداخليه. واخبر حضرتك، فاول حاجه انا في رايي انك انت فسرت الموضوع ان هو الزغلله دي تشجع اكتر ان هو محتاج عمل كشف على نظر. جميل. الحقيقه النهارده في الصالون الطبي انا سعدت بالمعلومات القيمه اللي خدتها من ضيوفي الاستاذ الدكتور مصطفى همام استاذ امراض الجلديه بكليه الطب جامعه المنوفيه. دكتور مصطفى انت شرفتنا في الصالون الطبي. كمان دكتورنا الاستاذ دكتور عمرو خفاجه استاذ امراض الرمد بكليه الطب القصر العيني. دكتور عمرو انت شرفتنا في الصالون الطبي. شرف شكرا. الحقيقه في نهايه حلقتنا النهارده يعني انا نفسي من كل الساده المشاهدين اللي شاهدونا في حلقتنا النهارده نحافظ على عينينا ونحافظ على جلدنا، نبعد عن التلوث، نبعد عن الاتربه، نحاول على قدر الامكان اي حاجه تسبب لنا حساسيه ان احنا نبعد عنها، ودايما ما زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. الى هنا اعزائي المشاهدين احنا وصلنا لنهايه حلقتنا من الصالون الطبي، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الصالون الطبي، فالى اللقاء.